بسأل والدة محمد ست جهين بقولها مين أقرب حد لي، فقالت اسمك. تمام. صديق محمد من قد إيه؟ أنا عارفه من 3 سنين وشوية كده، تعرفت عليه لأن أنا رحت كنت بدور على شغل، فواحد صاحبي عرفني عليه، فروحت قعدت معاه وبتاع واتكلمنا وكده، فلقيت راجل يعني مش زي أصحاب الشغل، لأ أنت ده زي ما دي شركتي دي شركتك وهنبنيها مع بعض وكده. ورحنا كنا في مكان صغير زي ما قلت لك الحاج كده، في محل في نجيب الريحاني 3 متر في 3 متر او 4 في 4، محل صغير. وابتدينا كانت الحاجه موجوده وكان هو موجود، كل اللي اعرفه عن مراته ان هي ايه ماسكه المبيعات. طب ماسكه المبيعات هي فين؟ بالتليفون تجيب اسم الشركه زي ما قالت الحاجه كده بالظبط، الشركه دي عايزه الحاجات دي. الحاجات دي بقى انت عارفه ايه هي؟ انت فاهمها؟ لا ما تفهمهاش في حاجه، انا بكلمك دلوقتي عن الخبره بقى 3 سنين وشويه. عارفه انت ايه اللي انت بعتها ده؟ الشركه دي عايزه ايه؟ لا مش عارفه اي حاجه. انا ليها اسلوب وبتاع، هي دي اللي كانت الميزه اللي فيها، ان هي ليها اسلوب ان انا اكلم الشركه واخد منها ايه عرض السعر او الديل. بس ايه بقى عرض السعر او الديل؟ ايه اللي مكتوب ده اساسا؟ لا اللي هي بتقول لشركتي وانا صاحبه الشركه وقفلت بيوتنا وخربت بيوتنا ولمت حتى العفش اللي احنا طلعناه على كتفنا لمته وخدته ونروح عند المول، المول يمنعنا اللي احنا نخش الشركه اللي هي بتاعتنا احنا اللي احنا اللي عملناها. طيب محمد ضعيف لدرجه هو ممكن ينتحر؟ لا 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 خالص، قوي لا. جدا. لا 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 ابني ما عملش كده. مثلا لما كان بيضغط على نورة هيضغط عليها في ايه؟ هي خدت كل حاجه. ده كده بيضغط عليا انا مش بيضغط على نورة. كده بيضغط على نورة ولا بيضغط عليا انا لما امشي الف في الشوارع واقول يا محمد انت فين يا محمد؟ يبقى هو كده بيضغط على نورة ولا بيضغط على امه اللي هو كل حاجه؟ كنت بقول له انت الدنيا، انت الدنيا يا محمد. ويضغط عليها عشان يستفاد منها ايه؟ ايه خدت مننا كل حاجه، كل حاجه. قرر يختفي ليه؟ ما نعرفش. اخر حاجه هدومه ولا لا. اي حاجه لا لحد دلوقتي بيجي لحضرتك رسائل منه؟ لحد امبارح اللي راح له رسائل اللي هي اللي كان متجوزها 3 شهور قالت لك عليها دي وطلقها. تمام. جاء حد كلمها، انا كنت عند ماما وانا جاي لك. انت فين؟ لا اي حد. الفيديو ده فيرنا مش مصور أمزي. مصور وش العربيه، عربيه ماشيه في الشارع يعني انا جاي اهو. ماشي. انت فين هو مغزى العربيه؟ حد عايز يعرف مكانها هي. انت فين لما صممت ان هو يكلمها الفيس ايه الاكونت ايه اتقفل. وحضرتك جالك حاجه؟ لا انا جالي منها ومن خلف. يا ماما محمد جه عندك؟ قلت لها لا. انت فين؟ قلت لها انا في مديريه الامن. قالت لي ده محمد بيكلمني على الاكونت بتاعه بيقول كذا كذا. فلما جيت هنا ياسين اخو الصغير قال لي يا ماما ده مش الاودي، دي مش عربيه اخويا، دي فيرنا. انت مع نفسك تقولي ايه؟ بعد اقول انا عايزه ابني، مش عايزه حاجه تاني. مش عايزين حاجه تاني. منعول ابو سوري يعني منعول ابو الفلوس كلها. انا عايزه ابني، كل اللي خدته تغور بيه وتوريني هتروح عند ربنا فين بيه. بس انا عايزه ابني، عايزه ابني بس. مش عايزين فلوس، اعمل بيها ايه؟ اعمل بيها ايه؟ حد يطمنا. ده كبير محمد يعني، هو انت عليه يسيبك في المشاعر دي والقلق ده؟ ما هونش عليه. امال ايه؟ ما هونش عليه. لما كنت باعيه كان بيقول له نوره دي الست الوحيده اللي اسيبك واروح لها، دي الست الوحيده اللي تخافي منها، دي الوحيده اللي اسيبك هي دي بس، ولا ست يا نوره تاخدني منك. وانا بقول ايه كده قدام البنت اللي كان متجوزها كام شهر، عند في نوره، ولا ست يا نوره تاخدني منك، دي الست الوحيده اللي هسيبك واروح لها، اللي يوم ما تلاقينيش يا نوره هتلاقيني تحت رجليها. لما كنت عيانه وهو جاب الرجاله وجالي حصل عشان ياخدني يروح للدكتور، وانا اقول له لا انا عايزه اقعد في بيتي يا محمد، قال لي بقول لك تعالي، وجي خدني قال لها هي دي الست الوحيده اللي يوم ما تلاقينيش يا نوره هتلاقيني عندها. حضرتك عايزه ايه؟ عايزه ابني، مش عايزه حاجه غير ابني، مش عايزه اي حاجه، كل اللي خدته انا مش عايزه منه جنيه، انا عايزه ابني بس، ابني بس، مش عايزه حاجه في الدنيا تاني. انت فين يا محمد؟ ربنا يطمن قلبي عليك يا حبيبي.